احمد اسامه احمد، هندسه اسكندريه، دفعه 2023 ان شاء الله. والله هو التدريب كان صيته مسمع، فكان يعني ناس كتير كانت بتشير له حاجات، وغير كده برضه شفت مره معيد عندنا كان مشير حاجه يعني، وكتب ان المحتوى جامد يعني وبينصح ان انت تروحوا. والله ما حاجه، التاسكات كانت مفيده وبتغطي كل الشرح في المحاضره، بس عيبها ان كلها كان نفس الوقت يومين، في تاسكات كانت محتاجه وقت اكتر وتاسكات محتاجه وقت اقل، بس هو كان عايز يعودك على الضغط، بس انا شايفها يعني هي دي الملحوظه الوحيده. والله هو كان مفيد عشان يحسسك ان الشغل بتاعك تراجع، بس كان في بعض الحاجات كده مثلا تحسها يعني ايه سيستماتيك كوبي بيست، بس هو يعني في المجمل حلو. والله انا ما عنديش خبره كبيره قوي يعني عن انا اقول صح ولا غلط، بس انا شايفها من منظر عام كشكل كان باين ان هي حلوه وجميله. والله هي مهمه جدا عشان هي كانت بتمثلك الخطوات اللي انت تقدر تمشي عليها في التاسك، بس كان في برضه بعض الفيديوهات كانت باين ان هي مش معمول فيها مجهود، وفي فيديوهات برضه كانت برضه كانت فوق العظمه برضه. والله حد المشروع انا حاسه المشروع كان تقيل في الاول، انت لو كنت خدت حاجه صغيره تطبق عليها المبادئ وتفهمها كويس كان من وجهه نظري احسن، بس يعني في المجمل هو عايز يخليك تبقى جريء وتاخد على الشغل. المحاضرين صراحه كلهم كانوا مستوى عالي وناس شغاله يعني وعندهم خبره، وكانوا بيحاولوا يفيدوك باقصى حاجه عندهم. ان هو يعني يشتغل على نفسه جامد وما يحبطش وما يقاسش اي حاجه عشان الحياه مش مستاهله، ويحاولوا مره واثنين وثلاثه وان شاء الله ربنا يكرمهم.